هو ليه ربنا سبحانه وتعالى لما يملك الفرج مأخره؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي الدعوة دي، يدعي الدعوة اللي تفتح لك فكرة عن كنز انتظار الفرج. كان يقول: اللهم رضني بما قضيت وعافني فيما أبقيت. لو خدت مني حاجة رضني إنها اتخذت، واللي باقي خليني أشوفه، وعافني فيما أبقيت من النعم حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. لو في حاجة متأخرة يا رب مرادك هو مرادي، وأنا متأكد إن تأخير الفرج ده عشان في حاجة جوايا بتتكون في هذه الأيام العسيرة.